هل تعتبر نفسك رياضياً؟ قبل أن تجيب عن سؤالي هذا، عليك أن تعلم أن كونك رياضياً لا يعني أنك تمارس الرياضة طوال الوقت، لكنه يعني أنك جيد في الرياضة وتتدرب باستمرار لتصبح أفضل. في علم التنجيم على وجه الخصوص، لا تمارس الأبراج الرياضية الرياضة أو ترفع الأثقال حتى تبدو جيدة المظهر فحسب، ولكن إلى جانب ذلك هم عبر ممارستهم الرياضة يريدون إدارة ضغوطهم وأن يكونوا بصحة جيدة قدر الإمكان، إلى جانب رغبتهم بالحصول على قسط من المرح والمتعة. يستمتع الرياضيون بتحريك أجسادهم، وعندما لا يمارسون الرياضة بشكل كاف فإنهم يشعرون بأنهم منطفئون. ليس عليك أن تكون رياضيا محترفا، عليك فقط أن تعيش بطريقة معينة. عندما تكون رياضيا فأنت تعتني بنفسك حتى تغدو أكثر تركيزا وأشد حزما. هذا ناهيك عن أنك تصبح مهتما بما تأكل، فتتأكد من تناول الطعام بشكل صحيح حتى يحصل جسمك على الوقود الذي يحتاجه، وتشرب كمية كافية من الماء، وتحصل على قسط كاف من النوم. أنت جيد في تحفيز نفسك وتميل إلى عدم الاستسلام عندما تصبح الأمور صعبة. أنت تزدهر في المنافسة، لكنك أيضا من النوع الذي يهتم أكثر بتحقيق أفضل النتائج وبلوغ الكمال. بالنسبة للرياضيين فإنهم يستمتعون بالتنافس مع الأشخاص الأفضل والأكثر مهارة حتى يتحسنوا. في علم الفلك هناك 6 أبراج رياضية بامتياز وتدخل دائرة الأبطال، فمن تكون يا ترى؟ وهل أنت واحد منها؟ البرج الأول على قائمة الأبراج الرياضية بامتياز برج الحمل. هذا البرج رياضي للغاية، مواليده يحبون التمرين والتدريب وتحريك الأجساد. إنهم يجربون أشياء جديدة ويغيرون تمرينهم باستمرار، وهم لا يتأففون من المواظبة على جلسات التدريب، ذلك لأنهم قادرون على المنافسة ويريدون التفوق في كل ما يفعلونه. بالنسبة لهم لا يوجد شيء اسمه القيود. إذا قيل لهم إنهم لا يستطيعون فعل شيء ما، فإن ذلك يجعلهم أكثر تصميما على القيام به. البرج الثاني على قائمة الأبراج الرياضية بامتياز برج الأسد. مواليد برج الأسد مفعمون بالحيوية ويحبون الاهتمام بالنجاح في أي شيء، خاصة الرياضة. الأسد هو أفضل لاعب في الفريق، وكونه في فريق فهذا الأمر يحفزه على التفوق والنجاح، ذلك لأنه لا يريد أبدا أن يخذل الرفاق والزملاء في الفريق. مواليد هذا البرج يميلون إلى إلهام الآخرين. إنهم يؤمنون بأن الانتكاسات قدر يحدث أحيانا، لكن الهزيمة بالنسبة لهم خيار، لذا يصرون على المواصلة في نضالهم الرياضي إلى حين تحقيق الفوز والنجاح. البرج الثالث على قائمة الأبراج الرياضية بامتياز برج العقرب. يركز برج العقرب على أهدافه، وبغض النظر عن مدى صعوبة الطريق لتحقيق هذه الأهداف فهو سوف يواجهه ويقهره. لن يتردد مولود هذا البرج في ممارسة الرياضات الشاقة مثل تسلق الجبال الشاهقة أو المشاركة في سباق ثلاثي. إنه يحب القيام بأشياء تخيف الآخرين، ويحب دفع جسده إلى نقطة الانهيار. يعتقد برج العقرب أن الألم ليس سيئا بالمطلق. مواليده يحبون الشعور بالإرهاق وآلام العضلات بعد التمرين المكثف، لكنهم في الوقت نفسه يعرفون أيضا كيفية العناية بأجسادهم وحمايتها من الأذى. فمثلا هم لن يستمروا في ركوب الدراجات إذا كان ذلك يضر بركبتهم. البرج الرابع على قائمة الأبراج الرياضية بامتياز برج العذراء. يقوم العذراء بتمرين جسده وعقله في وقت واحد، لأنه يؤمن أنه لا يمكن بناء أحدهما وترك الآخر في حالة خمول، وهو في سبيل هذا الأمر
يميل إلى تعلم كل ما في وسعه حول رياضة جديدة أو أسلوب تمرين، ثم يسعى جاهداً ليصبح مدهشاً في ذلك. ومع ذلك لا يحصر العذراء نفسه بالتدريبات التقليدية، بل يذهب إلى أبعد من هذا. من المحتمل أن يقوم مواليد هذا البرج بتسلق الصخور والتزلج على الجليد والسباحة في المحيط، كما إنهم يميلون إلى الاعتناء على نحو بالغ الدقة بنظامهم الغذائي. إنهم بحاجة إلى الوقود المناسب لاستمرارهم، وهم معرضون للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي إذا لم يأكلوا بشكل صحيح. البرج الخامس على قائمة الأبراج الرياضية بامتياز، برج القوس. يميل أفراد برج القوس إلى أن يكونوا رياضيين بعدة طرق، فقد يمارسون الرياضة كثيراً في صالة الألعاب الرياضية، أو يكونون في فريق رياضي، أو سيفعلون أشياء رياضية مثل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة أثناء سفرهم. بهذه الطريقة سيجمعون ما بين التمرين البدني ورؤية عجائب العالم. مواليد هذا البرج قد لا يذهبون إلى المسبح المحلي الخاص بهم كل يوم، لكن من المحتمل أنهم سيذهبون للسباحة في الكهوف، أو للغطس بالقرب من الشلالات، أو ربما للتنزه في الغابة المطيرة. مواليد القوس يجب أن يكونوا رياضيين بطبيعتهم حتى يتمكنوا من فعل ورؤية كل شيء. البرج الأخير على قائمة الأبراج الرياضية بامتياز، برج الجدي. عندما يضع الجدي عقله في أمر ما، يمكنه فعل أي شيء لتحقيقه. إذا أراد مولود هذا البرج أن يصبح متزلجاً أولمبياً، فسوف يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك. إنه يقوم بالخضوع لكافة التدريبات البدنية الشاقة اللازمة لدخول المنافسة. لدى برج الجدي عقلية تؤمن بأن العمل الجاد الآن يجعل الأمر أسهل لاحقاً. مواليد هذا البرج اعتادوا على تحفيز أنفسهم وتجاوز التوقعات. مع هذا كله تكمن المشكلة في أن هؤلاء يمكن أن يصبحوا منخرطين في عملهم لدرجة أنهم قد يسقطون اللياقة إلى أسفل قائمتهم. رغم ذلك هم جيدون في ممارسة التمارين الرياضية مثل صعود السلالم في العمل أو المشي إلى مطعم لحضور اجتماع عمل. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.